عادل إمام في مزاج درامي منذ سنوات، وها هو يطل على المشاهدين للموسم الثالث بعمل رمضاني. مساء الخير، أنا عطية عبد الرازق المحامي، حاضر مع بهجة دي. يا أستاذ عطية، أنت لسه جاي دلوقتي بعد ما ترفعنا وقدمنا المستندات؟ صاحب السعادة هو مسلسله الجديد، ومثل كل مرة يأتي في حضرة ابنه المخرج رامي إمام وثالث الأئمة ابنه محمد البطل الشاب. نعم نعم، في ايه؟ جوزي عندكم فوق وانا عايز اشوفه. ما ينفعش، ممنوع. ايه اللي حصل يا عم؟ بنتي جربها ايه؟ ما تقلقيش يا وجيد، ما تقلقيش، سلوى كويس. مسلسل عن قصة ذات طابع كوميدي لأسرة أبو الخير الفنان عادل إمام وعلاقاتها المتداخلة مع أسرة وزير الداخلية. والله العظيم ما أعرف، أنا وسلوى كنا واقفين نتكلم وكويسين جدا، دي حتى كانت لسه مهزقاني. المسلسل تحضر فيه الفنانة لبلبة رفيقة درب عادل إمام في سنوات الشاشة الكبيرة، هي زوجته في المسلسل، صاحبة الشخصية القاسية والعنيدة والكوميدية في آن واحد. ولا جاي أقضي وقت ظريف في المديرية. هي بس يا مدام مأمورين، جوزي جوه مسكينه وانا عايزه اشوفه ومش عارفه مسكينه ليه ولازم اعرف. في مسلسل صاحب السعاده حضور بارز للاطفال، احفاد البطل عادل امام وابرزهم محمد الفخراني الذي ادى شخصيه الامير فؤاد في الثلث الاول من مسلسل سرايا عبدي. يا باسم انت ما نمتش ليه لغايه دلوقتي؟ هو البوليس لسه ماسك استاذ حسن ولا سابوه؟ شاشة MBC تعرض المسلسل والقائمون عليه يراهنون على أن يحافظ عادل إمام على صدارة الأعمال الكوميدية في شهر رمضان للموسم الثالث. ماجد الفاسي، العربية.